نرجع بقى لملك طاهر وهي طفلة وحبها للزهور، بدأ ازاي وازاي، او المرحلة اللي حضرتك منها حولتي حبك للزهور لبزنس؟ طيب، انا من صغري كنت بروح كل يوم جمعه، كان عندنا عزبه في المنصوريه وكنت بروح مع والدي هناك. فمن صغري وانا متعوده اعيش في الطبيعه واشوف الخضره فدي كانت حاجه داخليه فيا. فلما كبرت كنت عايزه اخش كليه الزراعه، وقتها والدتي ما رضتش خالص. بس كلية الزراعة كانت وقتها من كليات القمة. بس هي ما رضتش، قالت لي انت هتروحي بقى اما تتخرجي تقعدي في العزبه وتبعدي عننا وتعيشي مع الفلاحين. انا كانت امنيه حياتي، بس هي عرضتني. تركيا هي. ايوه، طيب لازم تسمعي الكلام. فالمهم ورثت منها بقى الجانب التركي اللي هو نشفان الدماغ، ولما طبعا بصر على حاجة هعملها. اكيد اكيد. فبس طبعا كنت لازم اسمع كلامها. فدخلت وقتها دخلت الجامعة الأمريكية وتخصصت في الاقتصاد، وبعدين شاءت الظروف اني اتجوزت، وجوزي ده كان مهاجر كندا فاضطريت اهاجر كندا. طبعا ده كان ما كنتش فاكره اني هرجع مصر اساسا. فاتخرجت من هناك في الاقتصاد وابتديت ادور على شغل. المهم وقت ما ابتديت كنت هشتغل هناك، هو كانت وقت الانفتاح فهو قرر يرجع مصر. طب هو سؤال بس، بمناسبة ان هي صممت، يعني هي حضرتك منعتك انك تشتغلي او تلتحق بكلية لا الزراعة انا علشان ما تقعديش في العزبة، رغم ان ده يعني كان منع مؤقت لان اللي حضرتك صممتي عليه نفذتيه في المستقبل، لكن طبعا وافقت انك تهاجري كندا؟ يعني كانت ضد برضه، بس يعني في ساعات الواحد بيصر على حاجات. ما انا برضه تركيا، يعني هي تركيا كمان. فالمهم لما رجعت ابتديت بقى قلت طب اكمل الماجستير بتاعي، رحت الجامعة الامريكية لقيت نفسي مش ده اللي انا عايزة قوي اعمله. فلقيت واحدة ست بتدي دروس في الورد. بس يعني فترة حياتك في كندا ما حاولتيش ان انتي تنمي حبك للزهور، يكون في بيزنس الحقيقة تشتغلي لا، فيه؟ أنا قلت لازم أخلص دراستي الأول، بما أني ابتديت في الاقتصاد كنت لازم أخد شهادة، فيعني ركزت فيها انتي اتجوزتي صغيرة قوي بقى. مش قوي يعني. فالمهم لما رجعت بقى قررت اخد الدروس الورد. هي كانت بتدي تنسيق زهور اسمه الكابانا الياباني، وده من اكتر الحاجات اللي انا بشوف انها بتعلم في الورد، لان هما ما بيستعملوش ورد كتير، 3 4 وردات هما اللي بيعملوا بيها الارينجمنت. فاخدت ونجحت في المرحله الاولى، اخدت الادفانس كورس ونجحت برضو. في الفترة دي بقى أخويا كان بيزرع في العزبة جيبسوفيلا وجيرينيومز، دول أنواع من الورد بس دي أنواع بيصدرها. كلها أجنبي، يعني إحنا مش لا، اللي هي معتادين عليها في جارونيا، مصر. الجارونيا والجيبسوفيلا اللي هي الوردية الصغيرة البيضة دي موجودة في مصر، بس كان بيصدر العقل لفرنسا وألمانيا. فهو كده من نفسه قرر، قال طب ليه ما نعملش محل ورد، انا ماليش دعوه بالموضوع. هو قرر يعمل محل ورد بس واضح كده ان حب الزهور وراثي في العيلة. الزهر. فلما فتح محل الورد قال لي ممكن تيجي تساعديني في الافتتاح، فقلت ما فيش مانع. فرحت ساعدته وعملت وضمت توجيبات وسحبته في كل حاجة. وبعدين انسحبت بقى، اولادي كانوا صغيرين، فابتدى قال لي لا بصي انت لو ما جيتيش مره كل يومين قعدتي ساعه كده مش هينفع، لان ما نقدرش نسيب العمال لوحده. فالساعه دي بقت ساعتين، واليوم بقى كل يوم، لغايه بعد شهر قال لي بصي انا مش فاضي لموضوع المحل، فيا هتاخديه خالص يا اما هقفل. طبعا انا لو كان عليا وكنت عرفت ان هوصل لايه ما كانش يمكن هيبقى عندي الشجاعه اني ابتديها من الاول، لان مشوار طويل جدا جدا. يعني جرأة ان يكون عندي بيزنس خاص انا المسؤولة عنه، ده محتاج مهارات خاصة؟ ده محتاج انك تكوني بتحبي شغلك قوي، يعني لازم تكوني بتحبي اللي بتعمليه قوي. واي حد بينجح في حياته في اي مجال من المجالات لازم يكون بيحب شغله.
لان انت بتدي لشغلك بدون ما تنتظري اي حاجه.